طيب مبروك مرة تانية، مبروك للبيت الكبير، للنادي الأهلي العظيم في كل مكان. كده الفقرة الأولى ديت انتهت، هنروح لفاصل سريع جدا ونستقبل مفاجأة البيت الكبير. تفضل. النهارده الحمد لله بالبطوله دي، انت من اكتر الانديه في العالم اللي بتحقق بطولات، فانت بتشجع نادي كبير جدا، محتاجينكم، محتاجين دعمكم. عندنا بطوله كبيره، بحبك قوي في النادي. عندنا بطوله كبيره جدا اهم، ان شاء الله نركز فيها، ان شاء الله نحققها. اللعيبه دي عندها دوافع كبيره، واحنا ان شاء الله عندنا دوافع اكبر ان احنا نحقق بطوله ان شاء الله كبيره للنادي الاهلي بطوله افريقيا ان شاء الله. ابارك للعيبه كلها وللجهاز الفني وللجمهور على الدوري، اقول لهم الف مبروك، ومش اخر دوري ان شاء الله، وعقبال البطولات الجايه باذن الله. خلاص هنقفل صفحه في الدوري ده، نحتفل النهارده كلنا، بس باذن الله الفتره الجايه دي نركز كلنا في افريقيا باذن الله. الحمد لله الدوري، يعني احنا يعتبر كنا متمرين شويه من بدري، بس الحمد لله يعني احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه. اهم حاجه ان شاء الله افريقيا مركزين فيها، وان شاء الله نقدر ناخدها عشان نسعد الجمهور الاهلي ان شاء الله اللي جاي بقى له فتره على النادي الاهلي. مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي، وده طبيعي يعني ان النادي الاهلي حقق الدوري، يعني ده حاجه طبيعيه. احنا ان شاء الله بس نشتغل على افريقيا، وان شاء الله ربنا كريم يكرمنا بافريقيا ان شاء الله. الحمد لله ربنا يكرم مجهود اللعيبه المحترمه اللي موجوده، وببارك للعيبه، وببارك لمجلس الاداره، وببارك للجمهور، وببارك للجهاز الفني، وببارك كمان للناس المصابه، اللعيبه المصابه اللي مش معانا، وببارك لمؤمن زكريا طبعا روحه موجوده معانا دايما. فالحمد لله بطوله غاليه، وبطوله محببه لجماهير النادي الاهلي. يعني اتمنى ان انا اكون وش حلو للفريق يعني، وان شاء الله ما اكونش اخر بطوله وبدايه خير يعني. بحمد ربنا وبشكره طبعا على ان انا ما كملتش يمكن 200 دقيقه ولا 300 دقيقه ولا حاجه في النادي الاهلي، وبقالي 6 شهور وخدت دوري، واول دوري في تاريخي، و اول دوري في تاريخك، اول دوري في تاريخي خالص بعد كل ده، اول دوري في تاريخك، اول دوري في تاريخي. يمكن دي حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، وفرحان ومبسوط، وان شاء الله باذن الله طبعا مش اول بطوله، لان في بطولات ثانيه كتير باذن الله ان شاء الله اقدر احققها مع النادي الاهلي، وان شاء الله بطوله افريقيا اللي جايه ليهم باذن الله. الحمد لله طبعا على البطوله، بطوله مهمه جدا يعني، لسه كنت بتكلم بطوله الدوري دي يعني حاجه اساسيه. الحمد لله الحمد لله، احنا تعودنا ان الدوري اهلاوي، يعني البطوله خلصناها بفرق كبير جدا الحمد لله. من اول يوم احنا لعبنا البطوله دي، واحنا تعهدنا وقلنا للناس وقلنا لنفسنا ان احنا هناخد البطوله دي، والحمد لله ربنا كرمنا وخلصناها، خلصنا الدوري وخدناه. دلوقتي كل تركيزنا بطوله افريقيا ان شاء الله. بنهدي الدوري ده لمؤمن زكريا وللاداره واللعيبه كلهم رجاله، وطبعا بنهدي الدوري للجمهور، وان شاء الله بركز في افريقيا ان شاء الله ناخدها. هو زي ما انت بتقول ان انا بتمرن مع الاهلي، بس ده بيبقى بطوله بالنسبه لي، والحمد لله دي تاني بطوله ليا، وان شاء الله اهل من مزيد باذن الله.